ذكر النهاردة اسمه الباقيات الصالحات. يعني إيه الباقيات الصالحات؟ اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 5. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي باقي يا جماعة؟ إحنا دلوقتي واقفين على مساحة صغيرة، أنا واقف في المساحة دي، بس بعد شوية مش هيبقى لي مساحة لأني هكون تحت الأرض. طب إيه اللي يخلي مساحتي تكبر وتبقى الباقيات الصالحات؟ اسمها كده، اللي بتبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا إن إيه هي الباقيات الصالحات؟ هي الخمسة دول. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا سلام. طب وهي ليه تسمت الباقيات الصالحات؟ لأن الذكر ده هو اللي هيبقى منك. وليه تسمت الصالحات؟ لأن الذكر ده الخمسة دول بيكبروا في قلبك حب الخير، فتبقى عايز تعمل الخير والخير هو اللي هيبقى. فاسمها الباقيات الصالحات لأنها ذكر حلو قوي، واسمها الباقيات الصالحات لأنها اللي هتشجعك على فعل الصالحات اللي هي هتبقى منك بعد ما تموت، هي المساحة اللي باقية منك. الباقيات الصالحات يلا نقولها يا جماعة، يلا نذكر بيها. أقول لك على نصيحة، بعد ما رمضان يخلص حافظ كل يوم على 500 من الباقيات الصالحات. 100 سبحان الله، ومية الحمد لله، ومية لا إله إلا الله، ومية الله أكبر، ومية لا حول ولا قوة إلا بالله. وما تعملش أكتر من كده كل يوم في ذكر الله وانت سايق أو انت في بيتك، بس بإحساس. اللسان بيقول والعقل بيفكر في معاني الكلمات الكبيرة دي، والقلب بينفعل مع الله. سبحان الله، فالقلب يقول ما يا رب عظيم يا رب، فتلاقي قلبك بيحبه. الحمد لله، فتلاقي عقلك بيقول يا سلام شايف شريط نعم ربنا، فقلبك يقول له متشكر. لا إله إلا الله، وهكذا وهكذا. نصيحتي ليكم انوي من النهاردة ان بعد رمضان انا مكمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة 100، أدي 500، 15 دقيقة بس كده، ويحيي قلبي. والله يحيي قلبك، وتكمل أنوار في قلبك مع ربنا، وصلاة أحلى، وصلة بربنا أحلى، وذنوب أقل، وتصحى الفجر لوحدك. إيه الكلام ده كله؟ دي تجارب أنا عشتها وغيري عاشها. فأنا بقول لكم تعالوا نعيش بالذكر ده ونكمل بيه عمرنا كله. يلا بينا نذكر ربنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.